اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. اي والله خلي التذكره مع حد. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين اي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. ايه ده انا عيني؟ البيه الوكيل هو اللي هربني. سيبه عسكري. ده حاجة عادي. عمرك شفت عربي بيخرج؟ ده بيبقى قاعدين قاعدين وبيخرج بجفال. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت. انا بقى المرة. سلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوه انا اللي انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيدي له مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي حرامي. ايه كتكنيل؟ احنا ناقصين؟ هم راضيين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. ماما يا ماما. ايوه يا عليا. في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان. الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه؟ عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين. دقيقتين ما هحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. هلا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. أنا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متأخر يا علي. مش متأخر ولا حاجة، أنت ممكن ترجع لهم فلوسهم. قال ده إحنا نبقى بنهزر بقى يا أستا علي، وأنت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمة وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم أنا عايز أعرف بقى بصراحة، أنت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي. احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس عليه. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراها. قوم يا كبد.
كدهن. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا بنمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف، الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمه. اكل ايه يا ولية؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه. وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انزل الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغنيه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان، يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل، انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك، كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك الكلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي المؤاخذه في دي الكلمه، الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى المؤاخذه يعني عايز منك قرشين سلف. هتبقى حلوه ونتابع جدعانه. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله، صدقه من اللي انت ساقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من المال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه حبيبي. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحضر. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم.
اشرب ايه يا شويش؟ افندم تشرب ايه؟ لو انت تعرفني يا جدع انت اللي ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بارت وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده، انا مش ههول لمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شويش. ايه حكايه شويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن، صحتك بقت عيبه. ايوه هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي والله العظيم، والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟ حق دي لو حصل وعرفت سري يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافاه. انا مش فاهم حاجه. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا دي؟ ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلمي، ما دام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى كل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ ماشي ورايا ليه؟ حرق عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع.